من اللي بيعتبروا انه اي عربي ببيروت هو بمدينته، وانه اللجوء مش بس بالموسيقى اللي رح نحكي فيها كتير، فرصة اقتصادية وحضارية وثقافية كبيرة للبنان. كانت تجربة غنية كتير، انه نحنا ما بس سوريين او لبنانيين او عرب، او نحنا بني آدمين بالعريض، يعني حقنا وين ما كنا نعيش، حقنا وين ما كنا فينا نروح نلعب موسيقى، نشارك تجاربنا، نحكي قصصنا لبعض، نتعلم من بعض، نطور بعض. اكتشفت انه عروبيتي هي شغلة لا في اهرب منها ولا في اتناقض معها، واول شيء لازم اعمله هو اتقبله. برضو الحاجة التانية انه مش حاسة قوي ان انا في بلد غريبة، لانه في حاجات كتير قوي مشتركة ما بين مصر ولبنان، فما عنديش الصراع بتاع اللي هو الغربة. My father is Syrian, my mother is from the Philippines. I was working, my debut album was called Making Music to Feel at Home. When the war happened in Syria, my family left Syria. When they left Syria, they went to the Philippines. I was living in Lebanon, but there was nothing to keep me here, like an anchor. And the anchor was like my family being in Syria. So it's the relation of the distance. I felt a home in Lebanon because my family was in Syria. And when they left, I was like, I'll go to Barcelona. اللي بحب أقوله إنه إن كان بالغربة وإن كان باللجوء، في شيء كمان كتير إيجابي بيتاخذ من هدول التجارب رغم كل صعوباتهم، اللي هو الشيء اللي بيفوت، العوامل اللي بنتعلمها، الأشياء اللي بتفوت على أجسادنا، الروايح، الموسيقى اللي بنسمعها، اللهجات، العادات اللي أحياناً مختلفة كتير وأحياناً شوي.